اول حاجه هعملها النهارده هتكون المخلل بتاع القرنبيط. عندي هنا قرنبيط، انا بفضل اسلق القرنبيط نص سلقه في ميه فيها يا اما معلقه من اللبن البودره يا اما لقمه عيش فينو علشان اسحب منه الريحه. بحط معاه ربع معلقه من الكمون، ويفضل يكون كمون حب صحيح يعني مش مطحون، وده عشان اخد كل الغازات منه في الميه. نص سلقه بطلعه على ميه بتلج على طول علشان مهرهوش، وبعدين ارجع اخلله فيتهري خالص. بس الطريقه دي بتخلصنا من الريحه وبتخلصنا من الغازات، فبتبقى مهمة جدا. بعد كده عندي جزر وتوم وفلفل حامي احمر واخضر، وممكن تستبدلوه بالفلفل الرومي لو انتوا ما بتحبوش الفلفل الحار، وانا هحطه صحيح عشان ما يدينيش طعم حار زيادة عن اللزوم، يبقى كده يدوبك حار خفيف يعني. ملح ليمون او ملح عادي ومية مغلية وبردت، سكر وشبت وزيت زيتون، خل ابيض وملح خشن. السكر مهم جدا جدا عشان معادلة الطعم وعشان المخلل ما يطراش ويفضل كرانشي ويفضل بيقرمش وحلو. ملح الليمون بحط منه قليل جدا لو هخزن المخلل فترات طويلة، فبعتبره مادة حافظة. الملح العادي للتمليح بتاع المخلل، والخل الابيض بيساعد على التخليل بتاع المخلل وعلى الطعم المعتاد للمخلل. بعد كده الشبت والثوم والفلفل، دي منكهات انتوا تقدروا تضيفوا منها اللي انتوا عايزينه وتشيلوا منها اللي انتوا مش عايزينه. الزيتون هو نوع من انواع المواد الحافظة اللي بفصل بيها المية والمخلل عن الهواء اللي برة علشان ما يعفنش بسهولة. المية ليه بنغليها وبعدين نبردها؟ علشان نعقمها. امتى استخدمها مغلية؟ لو انا عايز اكل المخلل في خلال كام يوم. امتى استخدمها دافية؟ لو انا عايز اكل المخلل في خلال اسبوع 10 ايام. امتى استخدمها مغلية وبردة في درجة حرارة الغرفة؟ لو انا عايزة اشيل المخلل يقعد معايا من السنة للسنة، يقعد معايا 6 شهور. البرطمان لازم يكون معقم، لازم يكون ناشف، ايدي ما تخشش جوه المخلل. لما اجي اخد من المخلل لازم اخد منه بمعلقه نظيفه ومش مبلوله، ما مطرحهاش اكل او بقي. ولو الميه قلت من المخلل بنرجع تاني نزودها ميه معقمه، يعني اتغلت واتبردت لحد ما توصل تاني لارتفاع الطبيعي اللي هو اللي فوق خالص، علشان خاطر ما يعملش ريم او يبوظ. هنا هوريكم ازاي بنعمل سيلينج او ازاي بنطلع كل الهواء والاكسجين من جوه علشان ما يبوظ. واول 24 ساعة لازم المخلل يبقى البرطمان بتاعه مقلوب. اول ما المخلل يستوي فتحنا عليه اخدنا منه، ادخله التلاجة والا هيطرى بره. مقفول خالص وسيلد ممكن يقعد بره التلاجة سنة. اتفتح يبقى لازم يخش التلاجة لو وصل للسوى اللي أنا عايزاه، يبقى يخش التلاجة، إلا لو فاضل كمية طبعا قليلة هستهلكها في خلال أيام. هنعمل إيه؟ أول حاجة هنعمل هنا السائل بتاع التخليل. فآدي المية دول لتر ونص مية، لكل لتر من المية معلقة صغيرة من خل الليمون، معلقتين كبار من السكر، 3 معالق كبار من الملح، ربع كوباية من الخل. ده سائل التخليل. حطينا كل المكونات اللي انتوا صورتوها، حطينا القرنبيط، حطينا الجزر، حطينا الفلفل الحار، حطينا الثوم، وحطينا الشبت. رصينا كده ايه البرطمان رصة حلوة. هقوم جايبة من السائل ده، بسم الله الرحمن الرحيم، مالية البرطمان. واقوم جايبة معلقة زيت ذرة او زيت زيتون اللي بعمل بيها سيلينج لوش البرطمان. حطها في البولة ليه؟ علشان اول ما هقفل دلوقتي هيقوم منزل سائل، منزلش او مزودة.
انا عايزه السائل يخرج بره. ها بس كده شفتوا شويه السائل اللي خرجوا ده؟ ده اسمه سيلينج او فاكيومينج للبرطمان، يعني بسحب منه كل الهواء. بعدها اقوم واخده البرطمان ده ورجاه كده رجتين، عشان كده انا جايبه بوله عشان ما كل اللي هيقع ده، وبعدين اقوم عاملاه مقلوب كده زي ما انتم شايفين واسيبه 24 ساعه. بعد ال 24 ساعه اعدله واعيش حياتي.